يا اخي انا بدي افهم يعني شغله واحده. هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعني هل يعني قام هذه الحرب انه ما فهم او ما قرأ التاريخ انه ممكن يحصل حلف وممكن تدمر روسيا؟ يعني هل هو يعني طموح لدرجة انه يعمل مثل نابليون؟ هل هو صادق حقيقة في انه حدود روسيا او الاشياء اللي بيصرح فيها انه في مشاكل مع الحدود ومشاكل مع، هل هو صادق فعلا او هل هو مجرد يعني شخص توسعي يحتاج إلى مناطق نفوذ ومناطق تصريف ومناطق من وجهة نظري أنا أنه سوء فهم للأمور وسوء تقدير للأمور، أنه يعتقد أنه هو خلاص يعني ممكن أن يملك العالم. ممكن لحظات الجنون تصيب الإنسان، فما استبعد انه لحظة من لحظات الطيش وليس يعني مزاعم انه حدود والمشاكل، يعني تحرش بالحدود الروسية وتحرش. اعتقد انه كلها ذرائع لبطش سيطرته على اوكرانيا، فهو يعتقد انه اوكرانيا خسرها وخسر بولندا وخسر يعني الأمر مزعج حقيقة. يعني أرجو أن لا تستمر الحرب، لأنه استمرار الحرب يعني استمرار تقلب أسعار البترول، واستمرار يعني ممكن تحصل أزمة جوع حقيقية في العالم. الموضوع ليس تكهنات، ولكن الغباء في الأوروبيين هو شغلة اعتمادهم الكلي على الطاقة على روسيا. يعني أنا كنت أعتقد أن روسيا مجرد مصدر للبترول، فظهر حقيقة الأمر أنه أو أنهم يستوردوا من الخليج، طلع أنه روسيا تصدر للعالم أجمع، للاتحاد الأوروبي بشكل خاص. يعني ألغوا كل أو أغلب يعني اعتمادهم على مصادر الطاقة وجعلوه معتمدين على روسيا. إذن روسيا ممكن في أي وقت تعمل المشاكل كما حصل حاليا، وهذا أمر سيء أيضا. وقد استغل يعني بوتين نقطة الضعف هذه. وغريب أن الدول الأوروبية، يعني الحرب كشفت كثير من مناطق الضعف يعني في الاعتماد على الطاقة، اعتماد على البترول، اعتماد على، وحتى الزراعة يعني يعتمدوا على أوكرانيا أيضا. حتى الزراعة في أوروبا بتبين أنها ضعيفة جدا، حتى أغلب القمح يستورد من أوكرانيا، وهذا شيء سيء. حتى الزراعة في أوروبا أصبحت فقيرة يعني اعتمادا على الآخرين، واستغل هذه النقطة بوتين. والله موضوع عجيب، يعني إنه دائما يبدو عليهم إنهم صناعيين، يعني هم في يعني رقبتهم في يد بوتين في الطريقة هذه. ممكن يأخذ أي تنازلات، أن يوصل لحرب نووية ما شاملة وتدمير العالم شامل أيضا يعتبر موضوع جنوني. إلا يعني ما أظن توصل لمرحلة، يعني ممكن توصل للتوتر، لكن أنها توصل ل دمار شامل نووي ما أظن.
هذا اللي يبدو ان الاوروبيين حولهم بوتين الى مهرجين، يعني انه مصادر الطاقة بيده، القمح بيده. ما بالوضعية هذا ممكن يعني لا يلام، لا يعني طمع في طمع، وممكن الأمر مبرر ليه، فكل شيء حواليه ضعيف، وأمريكا ممكن بايدن ضعيف، أوروبا ضعيفة. ما المانع إنه يعني يدخل على خط الطاقة أو تهديد بالطاقة بهجة الحدود أو ما حدود، فهو يعلم أنها كلها ذراع. شاركونا في اللايك والشير والسبسكرايب. تحياتي.